شفت هذه لو طرفناها يدخل منها الشيطان. السلام، اسمحوا لي ادخل كذا وراكم. يا الله، اللهم بارك في جمعهم، اللهم نسكهم بالكتاب والسنة، اللهم اجعلهم من الممسكين بالكتاب والسنة. ها مو في غير يعني، خلاص سكر. ما شاء الله، يا سلام يا سلام، ايش الانوار هذه؟ ايمان والله العظيم، هذا الايمان عظيم. كثير من المساجد تروح فيها الناس يزعلوا، خلاص يلا صافي صافي، صلي صلي. اما انتم ما شاء الله، شوفوا الكل مسوي الصفوف، ما شاء الله. تسمح لي اشوف كذا؟ يا سلام، امسك عليك صفك، عد رجليك قدر ما تستطيع، لا تترك شوش ويدخل بين رجليك. ما شاء الله، اللهم انبته نباتا حسنا، اللهم انبته نباتا حسنا، اللهم اشفيهم وعافهم يا رب. ما شاء الله. ها كيف الصف الاخير؟ كيف الصف الاخير؟ صباح كمان تليفو الحمد لله، اياك حبيبي الحمد لله. ما شاء الله مؤمنون، ما شاء الله. اللي ابو كدر ايمان يسيه، ما شاء الله. بارك الله فيكم، اسال الله ان يسترها معكم في الدنيا والاخره. والله ساصلي وادعو لكم في السجود. عندما ارى اناسا مؤمنين كذا صالحين يحبون الله والرسول، والله حتى درس ما راح اعمل بعد عشان من حبكم وهيامي بكم الان اروح بس البيت كذا اقعد اسبح الله واقول يا رب، اكتب في مذكراتي وجدت اليوم اناسا مؤمنين صالحين، واين في باغين في عاصمه النور والبطاطا. اخوي بقاش تحت الحتاه.